السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على الملحقات اللي ملعب عنابه ونشوفوا وين وصلت الاشغال هذه. ونلاحظ الان انه الاشغال نتاع الماركه نتاع السيارات لو باركينغ هي يعني جد متقدمه، وكذلك فيه لاحظت تقدم كذلك على مستوى المباني يعني من ناحية الغلاف الخارجي. شوف هنايا انه الاشغال راهي يعني تحسنت وتقدمت يعني بالنسبة للفيديوهات السابقة توجور بارابور يعني مقارنة بما سبق. وكذا يعني الملاحظ انه في الاشغال المتعلقه بالتهيئه نتاع الارضيه يعني اماكن اخرى وفيه بنايات اخرى كذلك من الجهه الاخرى نتاع الملعب ما تظهرش هنا في الصور، كذلك ناقصه من ناحيه يعني الاشغال مازال ما راهيش يعني ماشيه كما لازم الحال. يعني فيما يخص تغطية الملعب هذا احنا نقولها بكل صراحة، عنابة ما تحتاج ملعب جديد بقدر ما تحتاج إلى مشاريع أخرى كترامواي وكذلك التليفيريك اللي كان على السرايدي يطلع حتى الجبل يعني الجبل تاع يعني بلدية السرايدي، وهذه زوج مشاريع يعني تيليفيريك والتراموي هما البريوريتي. فيما يخص الملعب تاع النابة هذا تاع 19 ماي يحتاج الى تغطية، والتغطية تكون انسيابية، مش شرط بالضرورة التغطية تكون سيمتريك، لان الملعب جاي عالي من جهة وهابط من جهة، اذا التغطية تتبع الشكل نتاع الملعب، هذا امر عادي. وتقدر تكون تمد روعة 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 كي يعني يكون فيه اختيار نتاع الالوان نتاع التغطية والماتيريو يعني النوعية نتاع الكاليتي نتاع المواد اللي سوف تستعمل في التغطية، يقدر يكون يخرج ملعب في اروع ما يكون، هذا امر عادي. ويقدروا نديروا ملعب يخرج روعة روعة روعة، خاصة وأنه الملعب كبير ما تقدرش تهدمه يعني بسهولة. ملعب هذا يربط 65,000 متفرج، مش قادر يعني فيه يعني العملية تاع تهديم الملعب وبناء ملعب آخر يعني مكلفة جدا. إذا لا داعي لبناء ملعب آخر، وإحنا ملعب هذا 65,000 متفرج يكفي بما فيه الكفاية المدينة تاع النابة. إذا هذا هو رأينا، وإحنا أحرار فين باش ناخذ رأينا. سمعت بعض الناس يعني قال لك بالنسبة لملعب تيزي وزو، قال لك واش تكون أنت باش تمد رأيك منا. تيزي وزو هذه جاية في الجزائر، وأنا جاي في الجزائر جزائري، إذا من حقي نتكلم على تيزي وزو ولا نعطي اقتراحي ولا نعطي اقتراح اسم ولا أي حاجة، هذا أمر عادي. واي انسان لازم عنده حق يبد رايه مع احترام الاخر. والسلام عليكم، هذه هي، والسلام عليكم.